السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد من بايثون. طبعا هذا أول شغلة راح ناخذ السنتر. شوف مثلا أنا السنتر تكتب 20 أو أي رقم نمبرز، المهم يكون مثلا تكتبين هنا 20. شوف ايش راح يسوي لك. نسوي الران. شوف هنا السبيسات عندك، هنا 10 سبيس يقسمها يحطها بالسنتر مالته. شوف هنا 10 سبيس 10 سبيس زين. هذا السنتر الشغلة. مثلا هنا تكتب قول 100، تسوي له ران. شوف هنا 50 سبيس، وهنا يحط لها لك بالسنتر. هاي الشغلة السنتر. طبعا اذا اللي يحب يجرب مثلي يكتب مثلا برنت، نكتب النص بين البرنت مالتي غلط. برنت اوكي، نكتب مثلا هنا يوسف. زين هنا نسوي له تو ما تحط الدوت يطلع، بس اذا ماكو ما يطلع لك الدوت شو تسوي؟ تضغط كنترول زائد سبيس يطلع لك مباشرة. عندك السنتر اخذناه هسه. زين ها ناخذ الزفايل. زفيل زفايل اي زفايل. مثلا هنا تحط لك نمبر، مثلا نقول 50. نسوي الاران. شوف ايش راح يسوي لك. هذا كله 50 مرة كتبه، وهذا يجيك وراها يكتب، يعني 50 صفارة يكتب وراها يجي يكتب لك اللي انت النص الموجود. هذا بي يعني انا هذا يفيد بشغلات، يعني اذا عندك كود يعني ما تريد سبيسات يكتب بدل الزيرو، تقدر تسوي هذا هاي الطريقة. زين نروح نكمل بعد. كوبي وانا نسوي في نسوي نمسح هذا. عندنا مجموعة من العمليات، خلنا ناخذهن ولو عندك هاي كلهن الاس هاي اللي امامكم تشوفوها. هاي الاس شو تسوي؟ تطق ترو لو فولس، يعني النتيجة مالته صح لو خطأ. زين خلنا ناخذها على مود التايم. بالله خلينا نشوف التايم. خلنا ناخذهن كلهن نفس الوقت. زين خلينا نسوي هنا برينت. زين اوقف، خلينا ناخذ اخذنا از ديفينت فير. ناخذ مثلا از الفا، عندك از الفا، ناخذ از ديجيت. كذلك از نمرك، عندك از ديسمال ما اخذناها، خلنا ناخذ از ديسمال. عندك ايضا از سبيس، خلينا نكتب مثلا هنا از يجي يطلع لنا اسهل. عندنا خلينا نجي از الفا. الفا اخذناها از انفيتر. از النوم ناخذهم، وعندك من هنا عندك خلينا ناخذ از لور.
ساعدنا هواية. على كل إن خلينا نكمل، عندك اس هنا اوبر، هذا اوبر زين. خلينا نشوف عندنا كوما اس، خلينا ناخذ الاس تايتل، وعندك بعد يمكن بعد وحدة خلينا ناخذ بعد بقعد على هاي زين. هذا سبورتين ده زين، نفس شوية تخطينا التايم. طبعا هاي الازات احنا وصلنا لهذا، خلينا نحط هذا خط فاصل برينت، اوكي نسوي الاران. شوف شوف النتيجة، شوف هذا من انا نبلش من اول وحدة. يقول لك از فلتر، يعني يقول لك هذا سترينج او رقم يقبلها، يقول لك ترو صح زين. از الفا، هل هو سترينج؟ ترو صح. مثلا اذا تكتب لك هسه واحد يعطيك فولس، خلينا نشوف ايه. شوف هاي الثانية صارت فولس زين. يقول لك از ديجيت، هل هو رقم؟ فولس. از نمرك؟ فولس، هو مو رقم. خلني اكتب لنا كل واحد واحد. اوكي خلينا نسوي الاعلان مرة جديد حتى نشوف الفرق زين. عندنا فلسات هواي صار. عندك مثلا هل هو رقم؟ از نمرك؟ هل هو هم رقم نفس الحالة برقم؟ فولس. شوف اذا تحسبها، هذا نمرك واحد اثنين ثلاثة اربعة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، وصلنا هنا اربعة فولس. عندك از ديسمال، هم يعطيك فولس، هو مو رقم. طبعا هاي بيها فروقات صحيح. از سبيس، هل اكو بيها سبيس؟ فولس، ما بي سبيس، انا ما حط سبيس زين. عندك الاس ال نوم، بيها رقم؟ اي بيها، بيها سترينج ورقم، هم يقبل اثنيناتين زين، بس المهم لازم بيها رقم. عندك از لور، ترو، حروف سمول. از ابور، هل هو حروف كبيرة؟ فولس زين. از تايتل، ترو. استايتل اتوقع انه هو عنوان، لا استايتل فولس، هو مو عنوان زين. اذا تمسح هذا اتوقع يعطيك هم فولس زين. وهاي تبقى الاخير سبرينت بول، هل هو قابل للتغيير؟ يعطيك ترو او بلانت بول، اي سبرينت بول، سبرينت تبل ترو. اوكي نكمل وياكم الحلقة القادمة ان شاء الله ويا النصوص. مع السلامة.